السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين الأحباب ديالنا؟ بخير وعلى خير، الحمد لله والشكر لله. الأحباب ديالنا، أنا بديت كنبيع في الأسماك ديالي كما كتشاهدوا، راه هما بداو كيقلوا عندي في الأكواريوم، وواحد الصديق ديالي طلب مني 50 بياسة غادي نديها ليه إن شاء الله بإذن الله للمحل ديالو. يلا دار واحد المحل جديد ديال بيع الأسماك والطيور والأكل ديالهم وداك الشيء. أنا غادي نوريهم لكم إن شاء الله، غادي نجبد ليه 50 بياسة ونديهم ليه للمحل، وتابعوا معنا. أنا غنمشي حتى للمحل إن شاء الله ونكمل التصوير ديال داك الشيء. مرحبا بكم الأحباب ديالنا. بسم الله، دابا أنا غنبدا نجبد في 50 بياسة اللي طلب ليا. كما كتشاهدوا الكواريوم ديالنا راه نقي. ها ديك العمليه اللي قلت لكم كندير، ها هي باقا خدامه، انا بدلت اللواط، ها هو باقي خدام تيخوي الماء. دابا انا غادي نحبس هذا الفلتر، غنحيد ليه البريز ديالو. بسم الله، كما كتشاهدوا ها هو حيدته، وغندير الضو يشعل باش يعطيني الضو باش نعرف شنو غنعطيه. بسم الله، ها هو الضو شعل. نحيد حتى الاكسجين باش تبقى الامور مقاده ونعرف شنو غادي نعطيه. بسم الله على بركه الله، هما الاسماك زوينين تبارك الله ما شاء الله. ونزل لي شي 50 حبة زوينه نديها ليه، وغنوريكم تما ان شاء الله ملي غنخويهم ليه في الاكواريوم ديالو غيبيعهم هو ان شاء الله. الله يسهل على الجميع. بسم الله على بركه الله، كناخذ الماء ديالهم هو اللي كنديرو باش ما يضرهمش. بسم الله، غنديرهم في الطاسه هذه تنعاود نديرهم ليه في الميكا، حيت غيبرزطوني باش نبغي نديرهم في الميكا غنتعذب معاهم. اللهم نديرهم هنا حتى الاخر ونخوي كلشي. بسم الله، هذا الماء ديالهم واخا ديرهم بالماء ديالهم ما تخافش منهم. بسم الله، بارك الله يجعل البركة. ناخد الشبيكة بحال هذه اللي وريتكم، هذه راه صوبتها كما كتشاهدوا معنا، وكاينه واحدة اخرى ديال الوليدات ملي كيكونوا يلا والدين وتبغي تجبدهم. ها هي واحدة صغيرة عاوتاني، درتها طويلة باش نمشي حتى للكاع ديال الكواريوم ونجبدهم، كاع ما نبقى نقلب عليها. بسم الله على بركة الله، هما بسم الله هما 5 هنايا، 5 ها جوج هي 7، ها جوج هي 9، سعود و جوج هي 11، اثناش، تلتاش، ستاش، ستاش. ممكن انزل ليه الكبارين حيت هو طلب مني بغاها الكبار، داكشي علاش. شحال تما ديال الورك؟ 17،
18 19 21 22 23 24 25 26 27 طاحت واحد وحدة صغيرة هنا غنحيدها، مبغاش صغارين. عشرين تسعود وعشرين ثلاثين بسم الله. انا جبت بلاستيكه بحال هذه وغندير فيها الماء كما كتشاهدوا. بسم الله، واخا كاين الماء تما ما كافيش، بغيت نزيد شويه الماء هنايا. بسم الله، هذا الماء ديالهم، ملي غديروا في الماء ديالهم ما تخاف عليهم والو. بالنسبه للاسماك ديالنا ها هما 50 بياسه هنايا، عزلتها ليه كما كتشاهدوا 50 حبه. غنخويها دابا هنا في هذه البلاستيكه هذه. بسم الله على بركه الله. ها هي 50 بياسه هنايا. بالنسبه للعقيد ديالها ما كنعقدهاش، ونخليها مزيره مع سميتو، مزيره مع ما تخليش من الاكسجين، كنخليها بحال هكا من الفوخه. بحال هكا بهذه الطريقه هذه. كيبقى هنا شويه ديال الاكسجين داخل ليهم، وخا طيح ماشي مشكل، كيبقى شويه ديال الاكسجين هنا داخل ليهم.
يلا نوصل ان شاء الله نكمل لكم الفيديو ديالك. كما كتشاهدوا الاحباب ديالنا، هي بعد ما درتها في الميكا وحزمت عليها وخليتها تنفس ما زيرتش الميكا مزيان، ضروري خص تخلي هاد لابارتي بحال هكا باش يدخلهم الهواء فيها، اصلا فيها الاكسجين. صافي، وغادي نهزها ونديها للسيد. نوصل تما ان شاء الله، غادي نكمل لكم الفيديو. بعد ما كملت خديت الخمسين حبة ديالي، غادي نرجع ليهم الأكسجين ديالهم كما كتشاهدوا معنا. ها هو الأكسجين غادي نديرو يخدم. درت الموتور ديال الفلتر، حيت البريزات هنايا معرفتش من البريز ديالو. غنحيد هذا ديال البولة وندير ديال الفلتر. على بركة الله، بسم الله. كما كتشاهدوا الأحباب ديالنا، ها هو الأسماك اللي زيت اللي خديت للسيد، ها هما غنديهم ليه دابا ان شاء الله للمحل ديالو ان شاء الله باذن الله، ونوريكم ان شاء الله الطريقه اللي غادي نخوي فيها هذا الحوت هذا. بسم الله على بركه الله. اللهم السلام عليكم. السلام. كي داير؟ بخير صحيح؟ لاباس؟ كتوجد اخاي؟ شويه. على بركه الله، اللهم يسر. على بركه الله. بسم الله. بسم الله. هذا هو الحوض اللي غنديروا فيه الحوت. بسم الله. واخا بسم الله. كما كتشاهدوا المشاهدين ديالنا، الاسماك اللي جبنا ليهم هادو انا غنحطهم هنايا ونخليهم واحد شي شويه بين ما نسجموا مع داك الماء، ماشي غنجيو نخويهم مباشره، نخليهم هنا كينسجموا ان شاء الله مع هاد الماء. عاد هاد الفومبير وديالهم ان شاء الله باذن الله على بركه الله. من بعد ان شاء الله ندير لكم شي فيديو على هذا المحل هذا ونقول لكم فين جا ان شاء الله باذن الله. اللهم يسر. بسم الله، نديروا فيه واحد جوج حبات ديال الملحه هنايا. هذا لو غيذوبوا راسهم في وسط هذاك الماء. بالنسبه للاسماك ديالنا اللي جبناها، هما حطيناهم هنا في الحوض باش ينسجموا مع الماء. بسم الله على بركه الله، ها هما حطيناهم هنا في الحوض باش ينسجموا مع هذا الماء. عاد نخويهم واحد خمسة دقائق تقريبا، عاد نخويهم في هذا الحوض. وبالنسبه للماء اللي باقي جديد، كنديروا لديك البكتيريا النافعه، كنعصروا فيه داك البونج اللي كان في الكواريوم الاخر باش ديك الريحه ديال الحوت. فوق القط تحت وخلوضوا هكا واخا واحد شويه. ها انتم الاحباب ديالنا، هو كيطلق ديك الباكتيريا النافعه ديالو باش ما يموتش الحوت، حيت لخوتي ديريكت في الماء غادي يموت. المهم نكملوا هذه العمليه هذه ونخوي لكم الحوت ان شاء الله في الحوض على بركه الله. دابا تقريبا راه دازت شي 10 دقائق وهما في وسط هذا الماء هذا، دابا ان شاء الله غادي نحل عليهم دابا باش يدخلوا للحوض ديالهم. الماء اللي داير له ماشي مشكل. لا ماشي مشكل، الماء مطريطين معقم مقاد. أه.
الله على بركة الله. البيع ان شاء الله باذن الله هذا المحل ديال الصديق ديالي اللي اجيكم. من بعد ان شاء الله غندير لكم شي فيديو خاص بالمحل وشنو كيتباع فيه وفينا بلاصه جا ان شاء الله باذن الله. باش اللي بغى شي حاجه يجي عنده مرحبا بكم عنده على بركه الله. اللهم يسر هذه الاسماك ديالنا ان شاء الله دابا بتنسجم دابا بالزربه مع هذه الكواريه ان شاء الله. اللهم يسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.